السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وريفيو جديد مع أم جان. بصوا بقى، في الفترة الأخيرة دي أنا عارفة إن زادت شعبية شفرات فلامينجو للوش، وفي ستات كتير بدأت إنها تستخدمها. طيب طبعا مع انتشار الشفرات دي وإن الستات بدأت تستخدمها كتير، أكيد طبعا في أسئلة كتير زادت وفي استفسارات زادت عندنا. وهل هي فوائدها أكتر من أضرارها؟ وهل هي لها أضرار كتير؟ طيب ايه الفرق بين الشفرات الأصلية والتقليد؟ وهل هي ممكن تستخدم للأماكن الحساسة ولا للوش بس؟ انا هكلمكم عن كل حاجة خاصة بالشفرات دي. افتح لكم بس الأول واحدة، وطبعا زي ما انتم شايفين انا من جايبها من زمان، فاستخدمت واحدة وخلصت وخلاص. هي طبعا مش انها باظت، لان النوع ده ما مش بيبوظ ولا بيصدي. هي انا عشان استخدمتها كتير يعني، فحبيت ان انا اجدد بقى واستخدم واحدة تانية. الشفرات هي مصممة بتصميم قابل للطي، اللي هو اللي انت بتتنيها كده، سهلة في الاستخدام. كمان في نوع تاني منها بيبقى بغطاء، غطاء بيتحط هنا كده وما بتنتنيش. هي المفروض انها بتنتني كده عشان تحافظ عليه، وعشان اللي هو السيف بتاعها دوت ما يبقاش بارد معاكي. بتفضل معاكي فترة طويلة، مع انها هي كده كده مصنوعة من البلاتينوم يعني ما بيصديش. بصوا انا هكلمكم الاول كده على الشفرات وهوريها لكم. اولا بصوا، هي ليها ملمس ناعم على البشرة، ليها قدرة رهيبة جدا على ازالة طبقة الجلد المائع، وسهلة في الاستخدام، سهلة في الاستخدام، بتأخر ظهور الشعر. معقول؟ أيوة، هي فعلا بتأخر ظهور الشعر وعن تجربة. ثانيا، هي المفروض انها منتج ياباني بيشيل الشعر اللي هو اللي بيبقى ظاهر واللي مش ظاهر، او اللي احنا بنقول عليه الوبر الخفيف، اللي مش بيبقى ظاهر خالص واللي بيبقى صعب انك تشيليه بالطرق التقليدية. بصي، هو ما بيأثرش خالص على جذر الشعر، يعني هو بس بيشيل الجزء اللي فوق، اللي هو فوق الجلد، مع تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت. هي بتيجي في عبوة صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، بتبقى مكونة من 3 شفرات. ألوانها عادة بتبقى هي الأصفر والوردي والموف. ده أنا طبعا استخدمت اللون الأصفر وباظت ورميتها. تقدري تستخدميها أكتر من مرة عادي يعني، وما تقلقيش. بتستخدميها إزاي بقى؟ أقولك، بتغسلي وشك كويس جدا بأي غسول، بعد كده بتستخدمي يا إما اللي عندك الموجود عندك، يا إما زيت جوز الهند، يا إما جل الصبار، يا اما برضو لو مش موجود عندك بتستخدمي زيت جونسون. طبعا زيت جوز الهند ده بالنسبة للبشرة الجافة انا بفضل، بيبقى حلو جدا للبشرة الجافة. بالنسبة لجل الصبار انا مبفضلوش للبشرة الجافة بصراحة، لان انا جربته. انا ليه بقى بقول لكم بلاش جل الصبار؟ لان انا بشرتي جافة وكنت محتاجة حاجة تبقى دهنية شوية عشان الشفرة تبقى ماشية بسهولة كده معايا. فبدأت ان انا برضو استخدم زيت جونسون او زيت جوز الهند. وهقولكوا برضو بتستخدميها بالشكل ده، برضو المفروض ان انت تستخدميها ازاي. نوركم طبعا على المنطقة دي. ممكن تستخدمي جل صبار، هستخدم زيت جونسون عشان يبقى البشرة دهنية شوية، وبرضو مش هكتر. تمام، بصوا بصوا الحاجات اللي طالعة دي من الجلد.
وبرضو كمان من الافضل ليكي ان انتي تستخدميها بالليل وما تحطيش اي مكياج، بالذات بعد الشفرة، لان مسام بشرتك بتبقى مفتوحة والمكياج ممكن ان هو يسد المسام، وبرضو ممكن يعمل لك حبوب. وبعد كده لما تستخدمي الشفرات لازم يبقى فيه كريم مرطب. من حلاوة الشفرة كمان انها اي منتجات بتحطيها بعد كده بشرتك بتتشربها، وبتبقى سهلة ان البشرة تستفاد يعني بالمنتجات اللي انت بتحطيها، سهلة وسريعة وتقدر ان انت تعمليها لنفسك في البيت، يعني مش اللي هو شرط انك تروحي لأي مركز، كمان بتوفر لك في الوقت والجهد. هقول لكم برضو على تحذير، برضو اوعي اوعي وبلاش تستخدميها على بشرتك وهي مش مغسولة او مش نظيفة، لازم تغسليها بالغسول وبتنشفيها كويس. ولازم كمان ان انتي قبل ما تستخدميها تعقمي الشفرة بالكحول عشان برضو يعني تبقى نظيفة، وفي نفس الوقت برضو بعد ما تعقميها بالكحول بتغسليها بالمية عشان ان انتي تشيلي باقي الكحول من على الشفرة. لازم تكون الزاوية اللي بتستخدميها بيها يعني مثلا حوالي 45 درجة على سطح جلدك، وان انتي بتمسكي المفروض ان انتي بتشدي الجلد، والمفروض برضو ما بتضغطيش جامد على البشرة. بعد ما تخلصي برضو لازم تغسليها بالمية وتعقميها بالكحول وتعينيها تاني وتتنيها تاني كده لجوه. بعد ما تخلصي لازم ترطبي بشرتك بأي كريم مرطب عشان تخلي بشرتك كده تبقى ناعمة وتبقى رطبة، ودي ممكن تستخدميها من مرة لمرتين خلال الشهر، وهي برضو الواحدة ممكن تستخدميها بتاع حوالي 10 مرات، يعني حلوة جدا يعني، وسعرها 25 جنيه، يعني بسيطة، يعني هي ملهاش اي اضرار تماما على البشرة وامنة، بس في شوية حاجات برضو صغيرة كده هقولك عليها بسبب الاستخدام الغير صحيح. هي ايه بقى؟ ممكن تلاقي شوية خدوش صغيرة كده او جروح صغيرة في البشرة بسبب ان انتي بتضغطي جامد كده على البشرة وانتي بتستخدميها، ممكن تحسي بهرشة خفيفة كده، بس ده لو بشرتك جافة يعني زي ما قلت قبل كده. انا بعد عشان بشرتي جافة كان لازم ان انا استخدم بقى كريمات مرطب على طول. لو بشرتك حساسة ممكن برضو هتلاقيها حمرة شوية كده. لو عندك برضو حب شباب دي يعني بلاش بلاش اوعي تستخدميها، لان طبعا انت هتستخدميها هتروح الحباية دي وهتعورك وترجعي تاني تحطيها على بقية وشك، فهتلوث لك بقية وشك وهتطلع لك حبوب في باقي الوش. طيب ايه الفرق بقى بين الشفرات الاصلية والتقليد؟ في حاجة ياباني، وطبعا دي بتبقى الاصلية، دي ما بتصديش، اللي التانية بتصدي. طيب الحتة اللي تحت كده في العلبة طبعا هي مكتوب عليها الاصلي، الحتة اللي تحت في العلبة الاصلية بيبقى فيها 3 نجوم بارزة كده، تمام. هو طبعا اللي معانا دي هي اللي موجودة هنا واللي انا لقيتها، فدي مش الاصلية، هو مكتوب عليها الاصل بس هي مش الاصلية. المفروض ان انتي بتشدي الجلد باستخدام ايدك التانية وانتي ماسكاها بحيث انك تقدري تتحكمي فيها وان الشفرة تمشي بسهولة على البشرة وما تجرحش بشرتك. والمفروض ان انتي تستخدميها في اتجاه نمو الشعر، ما تستخدميهاش عكس نمو الشعر. كمان الالوان بتاعت الاصلية المفروض انها بتبقى بتلمع كده شوي، لكن الالوان بتاعت التقليد بتلاقيها كده ايه باهتة كمان. هي طيب السؤال بعد كده بقى، هل هي انت ممكن تستخدميها للجسم؟ ايوه ممكن تستخدميها للجسم، يعني انا جربتها على الايد وجربتها على الرجل، حلوة جدا، بس ما تنفعش للاماكن الحساسة، اولا لانها ممكن ما تقدريش تتحكمي فيها وكمان ممكن تعوري نفسك. حاجة كمان لازم تستخدمي الصن بلوك وانت خارجة، دي حاجة مهمة جدا لان بشرتك ساعتها بتبقى حساسة وانت يعتبر بتبقي شايلة طبقة من الجلد وبشرتك هتتأثر بالشمس جدا. يعني سعرها زي ما قلت لك اللي معايا دي سعرها 25 جنيه، وعلى فكرة برضو والله ما بتصديش وحلوة جدا. هما بيقولوا ان التقليد بتصدي، لا لكن دي ما بتصديش،
وحلوة جدا برضو فعالة. الأصلية تقريبا على أمازون ب 165، عشان في ناس كتير بتيجي وبتقعد تسألني لا هو ديت الأصلية لا مش الأصلية، وناس تخش تقولي لا انتي بتستخدمي منتج مش أصلي. هو ده اللي موجود عندي، وعلى فكرة كمان ما بتصديش ومعايا بقالها فترة طويلة، يعني حلوة جدا برضو. بصي أحلى حاجة فيها كمان إنها مش ناعمة، هي فيها الحاجات دي كده عشان ما تعوركيش. يا رب اكون وصلت لكم كل حاجه خاصه بالشفرات. لو عندك اي استفسار سيبي لي كومنت حلو كده زيك، وحطي لي اللايك، واستنيني في ريفيو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.